الثانية يرفع كرة خطيرة بالراس وجول بالراس وجول كومان في القائم الثاني يغبغة البيجي ويفتح مجال التسجيل في خطأ فادع على مستوى الخط الخلفي ثالث أهداف كينغسلي كومان بالراس كيميش يوزع وكينغسلي كومان يسجل لبايرن ميونخ عند الدقيقة الستين من عمر المباراة 1-0 لبايرن ميونخ وتفك العقدة في هذه المباراة انطلق جنابري رجع مرة ثانية لكيميش رجعت له الكرة من هنالك من عند مولر